لا يتجاوز ما يتقاضاه المستفيد من شبكة الضمان الاجتماعي 40 دولارا للأسرة الواحدة كل 3 أشهر، غير أن المشكلة ليست في ضآلة المبلغ كما يقولون، بقدر ما تكمن في معاناتهم عند الاستلام. يعني سمعتم خسارة العون نزلة، احنا واقفين مكان، احنا شي 14 وشي 15 وشي 18 ما يجيش بالنزلة ولا يجيب الكرة، احنا هالواحد شنو كلها ونطلع. هنا بجوار مكتب الرعاية في قعطبة ترابط هذه النسوة مع أطفالها منذ يومين على أمل أن تستلم ما تقرر لها من مبلغ زهيد قد لا يكفي قيمة علبة الحليب لهذا الطفل. ايش اعمل بها؟ ليش اللجنة كيس دقيق؟ ما حصلتوش لا حق الطماطيس ولا حصلت حق الملح ولا حصلت اي حاجة. ما رحم من رحم البالي. لا معنا دفاع ولا معنا قماش ولا معنا فراش ولا معنا شيء. فاقمت الحرب من اوضاع هؤلاء وزادتهم فقرا الى فقرهم. وكثير منهم تشردوا عن منازلهم في مناطق حجر والعود. دون ما تلتفت إليهم المنظمات الإنسانية بشيء. يشكو الجميع ما يصفونه بتلكؤ لجان الصرف، بل ولا يخفي البعض منهم شعوره بالإهانة بسبب الانتظار والوقوف طويلا في المكان. بهدلوا بنا احنا جوا، يتقوا الله بفلوسهم، حرام علينا، واحنا نسوان، احنا نسوان، يتقوا الله، وضحوا لنا خلونا عيالنا وضحوا عن احنا جوا، وهذا خلونا كلا يا حلو، ما بدا بعد الشبكة عاد ما باش عاد، خلوا من حق الله، من اللي قالها بالله. ساعات طويلة إن لم تكن لأيام ينتظرها هؤلاء المستفيدين على أمل أن يستلموا إعاشتهم من الرعاية الاجتماعية والتي قد لا تكفي لأبسط المقومات الأساسية من غذاء ودواء. نصر المسعدي، قناة سهيل، الضالع.